والاخوات تحيه للمكتب المحلي باليوسفيه العمال ديال المناوله اللي كيخوض معارك بطوليه من اجل حق بسيط ومقدس وهو الحق في الترسيم والادمان في امبراطوريه اسمها امبراطوريه الفوسفات اللي ما كيشدوا منها ولاد البلاد الا التلوث والا الامراض المهنيه في امبراطوريه ديال الفوسفات اللي ادوا فيها الوالدين ديالنا والاجداد ديالنا ولا زال يؤدي الاباء والاخوه مزيدا من التضحيات من اجل قله من الراسماليين اللي كيستافدوا من هذا الوضع. تحيه الاخوان في المكتب المحلي للمناوله اللي معلنا كفيدرالية ديمقراطيه للشغل، النقابه الديمقراطيه لعمال الفوسفات، والنقابه الديمقراطيه للعدل، والنقابه الديمقراطيه لعمال الجماعات المحليه وللصحه وللتعليم، الا ان نعلن التضامن المطلق والاسم الله مسروق معهم في حقهم المقدس وهو الحق في الاعمال وفي التشغيل، واللي كتضمنوا الدساتير وكتضمنوا الاعراف الدوليه والمواثيق والقوانين الشغليه، وللاسف صادق عليها المغرب. لا يعقل في بلد يدعي الحريات، لا يعقل في بلد يدعي الديمقراطيه، لا يعقل في بلد في الحراك السياسي، لا يعقل في بلد على ابواب دستور جديد، في بلد يريد القطع مع الفساد، في بلد يريد القطع مع الاستبداد، لا زال العمال ولا زال المعشورين هم ضحية لامتصاص عرقهم وعرق جديدهم. كيخدموا في ظروف ديال القرون الوسطى في اوروبا، كيخدموا ازيد من 12 ساعة ب 1200 درهم او 1000 درهم او 1500 درهم مع ما يسمى بشركات ديال الفساد، شركات ديال التشفاط، شركات ديال الاستبداد، شركات ديال النهب المال العام. للاسف كاين تواطؤ مكشوف ديال إدارة الفوسفات وديال مفتي الشغل وديال الضمان الاجتماعي وديال وكيل المالك والمسؤولين على هذا الوضع، لأنه لا يعقل نتساءل أين هو مفتي الشغل في الوقت اللي هاد الناس كيخدموا في غياب أي قانون من قوانين الشغل، في غياب أي مدونة من مدونات الشغل. ما كاين لا ترسام، ما كاين لا كونجي، ما كاين لا ضمان اجتماعي، ما كاين لا خلاص على الاولاد، هم فقط عبيد عند شركات كتنهب المدينه، هم عبيد عند مجموعه ديال اللصوص متواطئين مع الراسماليين ديال المكتب الشريف للفوسفات واللي كينهبوا له كيسرقوا البلاد. نتساءل مع اداره الفوسفات هتفتح التحملات اللي كتاخذوا الشركات وكتخدم العامل 8000 درهم وكتعطيه 1000 درهم. نتساءل هل ما من حق إدارة الاستثمار أن تتبع وأن تراقب ما يجري من داخل هذه الشركات، شركة كرونات، شركة عنسي اللي نهبات وكتسرق العرق ديال هاد الشباب، ديال هاد الشباب اللي جبرت الظروف على العمل داخل هاد الظروف. كفيدرالية ديمقراطية للشغل ندين بشدة هذه الممارسات ديال النهب العام، لأن الفوسفات هي الإدماج ولا بد، واليوم وغدا 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 الإدماج ولا بد، واليوم وغدا. الفوسفات هو ثروة وطنية لكل المغاربة، لكل المواطنين البسطاء، لكل الفلاحين الفقراء، لكل المواطنين الطيبين، ليست حكرا للطراب ولا لأي كان، هي ثروة وطنية ويجب أن يستفيد من أولا وأخيرا هؤلاء الشباب الذين عفوا زهرة عمرهم من أجل هذه الثروات ديال الفوسفات وكيقدموا تضحيات. ما
من موقعنا كفيدرالية ديمقراطية للثور وبكافة نقاباتها سوف نكون إلى جانب عمال ديال المناولة ومهما كلف الثمن. مع النكران كيطالبوش بالمستحيل، كيطالبو بحق مقدس، حقوق مشروعة، كيضمنها القانون وكيضمنها الدستور. ما هزين سلاح، ما هزين كلاشيكوفات، ما عندنا دبابات، فقط حناجرنا هي سلاحنا. الاحتجاج هو سلاحنا ولن نخاف ولن نهاب أي كان، لسبب بسيط جدا، لأننا لا نملك لا فيلات ولا قصور، فقط كرامتنا فوق كل اعتبار. مرة أخرى نحيي عاليا عمال المناولة وعاملات ديال المناولة ومزيدا من الوحدة ودعوة. واللي بغينا يكون يكون الوحدة والصدامة، واللي بغينا يكون يكون كل عمال المناولة من أجل الالتحاق في المكتب المحلي باليوسفية العضو بالفيدرالية الديمقراطية للثور. نؤكد بأن هاد الفاترونة ما كتعقل لا اللي برقك ليها ولا اللي سمسر ليها. الكلكم ضحايا اليوم أو غدا. وتحية الإخوان والأخوات. تحية لإيطاليا، وتحية لإيطاليا، وتحية لإيطاليا.